كل محب لرياضة السيارات سمع عن الدريفت، تقنية قطع المنعطفات في انجراف مسيطر عليه. يصل ثمن هذه السيارات لو كانت بحجمها الطبيعي إلى حوالي نصف مليون دولار، مكلفة أليس كذلك؟ ولكن لا تحزنوا، هناك حل. ها هو، سيارة الانجراف هذه يمكن أن تكلف من 100 حتى 10,000 دولار، والتحكم بها كما يؤكد أبطال هذه الحلقة من شغف الشباب ليس أسهل من سيارة الانجراف العادية. سنتعرف في هذه الحلقة على الملاحين الأوكرانيين لماذا يسمى بسباق الانجراف. بالنسبة لي، سباقات الانجراف وسيلة لأظهر نفسي. الانجراف هو الأصدقاء. منذ سنوات عديدة وأنا أنظم السباقات لأنها تجمع أصدقائنا، وهذه ذكرى على مدى الحياة. يوجد في أوكرانيا منذ سنة 54 الاتحاد الأوكراني لرياضة السيارات، وفي السنة الفائتة حصلنا لأول مرة في العالم على تصريح رسمي لسباق الانجراف. بعدنا بنصف سنة فقط سجلت هذه الرياضة رسميا في اليابان. هذا سباق الانجراف لنماذج موجهة لاسلكيا، واسمه ريموت كنترول دريفت، وهو قطع المنعطفات في انجراف موجه. ولد السباق في الثمانينيات على الطرق الجبلية المتعرجة في اليابان. تتألف حلبة السباق بشكل أساس من الخوابير، أي المنعطفات الحادة، وتبين أن عبورها في وضع الانجراف أسرع وأمتع. من بعدها نقلت الرياضة إلى الشوارع، فولدت ثقافة الانجراف. في أوكرانيا ولد الانجراف الحقيقي وانجراف السيارات المسيرة في سنة 2008، عندما بدأت مجموعة من المتحمسين بمزاولة هذه الرياضة تحت إشراف سيرجي سني الذي قاد بطولة أوكرانيا للانجراف، والتي لم تكن رسمية حتى سنة 2011، ومن بعدها مر موسمان بصعوبة. Потом сезоны 12-13 прошли очень несложно. В итоге пришла ونتيجة لذلك في عام 2013 أظن جاءت فكرة تنظيم هذه الأمور، وهكذا ولد الشكل الحديث للبطولة الأوكرانية في الانجراف RC، ويطلق عليها Ukrainian Drift Remote Control UDRC. للمشاركة في السباق تحتاج إلى النموذج نفسه ومعدات خاصة. النموذج يتكون من الهيكل ذاته ومحرك وموجه للتحكم بالحركة وجهاز توجيه العجلات وجهاز توجيه لاسلكي وبطارية توضع هنا. يوجد الآن في بلدنا أكثر من 50 ملاحاً ناشطاً يتدربون بشكل منتظم في أيام العطلة بشكل أساس، ويشاركون في كل أنواع الأنشطة التي ينظمها فريقنا. إذا قارنا نشاط ملاحين بالملاحين في الخارج، فبالطبع في الخارج هذا التوجه متطور بكل شيء، ولكن لدينا أيضا ما يمكننا أن نتباهى به. تطور الانجراف في أوكرانيا مرتبط مباشرة بمداخيل الناس، ومجتمعنا ينظر إلى هذا النوع من الرياضة كما للعبة الأطفال، ولكن الحقيقة ليست كذلك. خدمة السيارة تحتاج إلى المال، حتى لو تمرنت في الشارع على الإسفلت، فلكل تمرين تحتاج إلى طقم إطارات جديد، وكله له ثمن. بدأت أمارس هذه الرياضة من 5 سنوات فقط، ولكن لم أبدأ من سباقات الانجراف الموجه لاسلكيا ولا حتى من رياضة السيارات، لقد بدأت مع القوارب. أمارس هذه الرياضة من 6 سنوات، وفي الحقيقة ليس لدي إنجازات عظيمة، ولكني واثق من أنني سأفعل ذلك في المستقبل. في البداية شاهدت فيديو على اليوتيوب قاد فيه سيارات للطرق الوعرة، فأعجبني الأمر كثيرا. بدأت أهتم بالموضوع، ووجدت عن طريق الأصدقاء رجلا يمارس هذه الرياضة، فاشتريت منه أول سياراتي وكانت مستعملة. كنتها عاما تقريبا فقل اهتمامي بالأمر، وكنت أفعل ذلك بمفردي، ولم يكن هناك من يشاركني كل هذا، فمللت من الأمر.
درسنا أنا وأنطون في نفس المدرسة، وأتذكر في إحدى المرات رأيته يسوق إحدى السيارات يختبر هيكلاً جديداً، ولكننا لم نكن على معرفة، وعندما طلبت منه أن أجرب قيادة سيارته سخر مني. بعد ذلك أردت فعل ذلك بقوة، إذ بدا لي أمراً ممتعاً وفريداً، فاشتريت أولى سياراتي من المتجر. وفوراً في اليوم التالي هرعت إلى الفصل الدراسي ورحت أطلع أنطون على صور الهاتف، أخبره بأنني اشتريت سيارة، أطلب منه تعليمي شيئاً ما، فلقد رأيت كم كان بارعاً. قسمنا سباق الانجراف الموجه لاسلكيا في البلاد إلى ثلاث فئات، وتنقسم حسب ما يسمى الحركة العكسية، وهو إعداد مهم جدا للانجراف الموجه لاسلكيا فقط، ويعود للعلاقة بين سرعة دوران المحور الخلفي بالنسبة للأمامي. فسيارات الانجراف بشكل أساس رباعية الدفع، ولكن المحور الخلفي يدور بسرعة أكبر من الأمامي، وهذا ما يسمى بالحركة العكسية. كيف تقسم الفئات؟ توجد فئة كاسي 1.0.1.3، هذا عندما لا تزيد سرعة دوران المحور الخلفي عن 30% من سرعة دوران المحور الأمامي. يليها كاسي 1.3 زائد، عندما تكون سرعة دوران المحور الخلفي أكبر من 30% وصولا إلى 100%. وفئة RVD هذا في حالة الدفع الخلفي التام. هذا التقسيم ظهر عندنا في العام الماضي فقط. كان لدي حوالي 10 نماذج فقط، وتحديث النماذج جزء من تقليد كل ملاح، إذ أن التقدم حتى في مجالنا يجري بسرعة كبيرة جدا، وتصبح النماذج قديمة بنفس هذه السرعة. قدت كل الموسم الماضي هيكلا يابانيا، وأفضل المصنعين اليابانيين حيث أنهم يتميزون بتناسب جيد ما بين الجودة والسعر. في البداية يلزم المبتدأ 200 أو 300 دولار لكي يجمع نموذجا. يمكننا اليوم التباهي بأنه لدينا استوديو خاص يعمل فيه شاب لقبه ريفوس، واسمه الفعلي سيرجي كورنيتس، يصنع لسياراتنا الهياكل الخارجية بمستوى عالي جدا. وبفضله يوجد لدى حركتنا هذه النماذج الجميلة. كما لدينا شخص آخر بدأ أيضا بصنع المكونات والعناصر المختلفة لسيارات الانجراف الموجهة لاسلكيا لكي تتطابق قدر الإمكان مع النسخ الحقيقية، وهو يصنع كل شيء، الرفوف والمناضد وغيرها، لتتناسب مع الأحجام، فتبدو المشاهد واقعية. يوجد في أوكرانيا 6 حلبات سباق ثابتة في كييف وخاركوف وبلاية تسيركوف وأوديسا ودنيبروبيتروفسك. في أي من المدن يمكنك المجيء إلى هذه الحلبات للاتفاق مع الشباب كيف يمكن العثور عليهم؟ أسهل طريقة من خلال مجموعتنا الرئيسة أوكرانيان دريفت. يمكن أن تكتب لهم وسوف يأتون إلي، فيشركونك بالصفحة، يمكنك عبرها التحدث معهم، يقدمون النصيحة، كل ما يمكن شراءه أو مجرد المجيء لتتفرج وتجرب. منذ لحظة اقتنائي أول نموذج ومشاركتي في أول عرض مر عام، احتجت لعام كي أتمكن من منافسة اللاعبين الآخرين. حتى وإن لم يكن لديك مسار للتدرب، يمكنك استخدام أي طريق مستوية، ومن الأفضل لو كان الإسفلت نقيا. ضع قارورتين وابدأ بتعلم أساسيات الانجراف الموجه لاسلكيا. أرسم دوائر حول إحدى القوارير أو رقم 8 أو ما إلى ذلك. عندما يرتفع مستوى تحضيراتك يمكنك حينها بسهولة الذهاب إلى أقرب مسار للنماذج الموجهة لاسلكيا وعرض آخر إنجازاتك. عندما بدأت بكل هذا لم أحضر التدريبات كثيرا، كنت آتي إلى التدريب مرة واحدة كل شهرين، وهذا بالفعل كان خطأ الرئيس. كنت أذهب إلى التدريب أتعلم السير والمناورة قليلا، أفهم كيفية عمل السيارة، وفي التدريب اللاحق كنت أنسى كل ما كنت قد تعلمته تماما، فأعود لأبدأ من جديد. ومنذ نحو 6 أو 7 أشهر بدأت أمارس كل هذا بجدية، ولا أفوت التدريبات أبدا، أحضرها في أيام العطل وحتى لو جاءت في أيام العمل.
يوجد في العالم الكثير من سباقات سيارات الانجراف الموجهة لاسلكيا، ولكل بلد بطولته الخاصة، وفي بعضها متطورة أكثر من الأخرى. كما هناك بطولات عالمية، وهي بشكل أساس بطولات يابانية، لأن اليابان هي موطن سباق الانجراف، وكل من يزاول هذه الرياضة يتضرع إليها. توجد بطولة للعالم يفترض في أمستردام، وهي متطورة بشكل جيد، يسجل فيها في غضون أسبوع ثم يقفل التسجيل، وتبدو الأمور جدية، ولكن من جديد مستنداتها ليست رسمية، لذلك نحن أفضل في هذا المجال. بالطبع كنت أرغب أن أصل للبطولة، ولكنني أعرف بأن المنافسة عندنا كبيرة جدا، ولدينا الكثير من الملاحين العظماء. سباقي الأول كان في كييف عام 2012، حيث جرت بطولة أوكرانيا المفتوحة، وأظنه أول حدث رسمي جمع أكثر من 20 ملاحاً من مختلف المدن الأوكرانية، وهناك للأسف لم أتجاوز المرحلة الأولى من السباق الزوجي. أول نجاح لي كان في نهاية العام 2013، أيضاً في السباقات المفتوحة التي جرت في كييف. من الإنجازات الأخيرة للفرق بالنسبة لي، يمكنني ذكر رحلتنا إلى مدينة مينس، حيث تمكننا من الحصول على المركز الأول. ولقد خططنا لهذه الرحلة في العام المنصرم، وكان لدينا 3 أشهر من أجل التدريبات، ومن حيث المبدأ كانت كافية. عدا عن النتيجة الجيدة، اكتسبنا عديدا من الأصدقاء الجيدين، تعرفنا على عديد من الفرق من بلدان أخرى، ولدينا الآن علاقات وثيقة معهم، ووعد الشبان بزيارة بطولتنا أيضا. مثل أي شيء في بلادنا، لا يراوح الانجراف مكانه. محزن فعلا أن ترى أولئك الكبار الذين مارسوا الرياضة 5 سنوات ليحل مكانهم مبتدئون أقوياء متمتعون بتدريبات عالية، ويبدأون فورا بطحن الآخرين.